السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. رجعت لكم اليوم فيديو جديد، فيديو بسيط على الاخر، ما فيش حاجة كبيرة غير لقيت روحي جبت مهيرات، فقلت خليني نرجع القناة شوية، نطلع القناة شوية بفيديو اللي عندي حاضر توا. كهو مشيت اعمل لكم دوره كافي في عزيزه، الحقيقه ما نمشي لهاش ديما. شفت برشا بنات مهبطين فيديوهات في عزيزه، وروني معناها شفت عند فيها معون تحفون. مشيت الحقيقه ما خلطتش، يمكن خلطت مخر، ما فماش معناها برشا حاجات كيما تشوفوا. انا حاجات ما حاجتيش بيهم، مش اللي يا ريتهم وحبيت ناخذ منهم. كهو الحقيقة مخديتش برشا، مش مخديتش مخديتش جملة تقريبا، خديت جست كيسين عطاونا نشوفوهم مع بعضنا في الفيديو، وخديت شوية توست وشوية كرواسون الصغيرات وكهو. المهم حبيباتي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبالطبيعة ما تحرمونيش من التعليق متاعكم المزيان واللايك متاعكم. وكهو ان شاء الله يا ربي يسعد كل واحدة تشترك معنا ويفرح قلبها بكل اللي تتمناه يا ربي، اللهم امين يا رب العالمين. كهو هنا نشوفه مع بعضنا، فما حويجات الحقيقة باهي، اما يبدو متوفرين عندي في الدار، فلا فايدة معناها ان نعاود ناخد منهم. عجبتني الحقيقة الزيتة هذه نتاعت الزيت، وكي روحت ندمت قلت غدوة نرجع ناخذ كعبة، عندي كعبة انا لهنا في الدار اما صغيرونة ماهيش كبيرة، وهذه كبيرة تساعدني خير معناها في الكوجينة، ما نبقاش كل نهار اثنين ونشارجي فيها. كهو ماهيش غالية برشا كيما تشوفوا، نسبيا في المتناول الحقيقة مفماش حاجات غالية غالية معناها ما تتشريش، لا الحقيقة الأسوان ماهيش خايبة. هذه متاعت الليمون عندي منها كعيبة كريتها قبل في الفيديو، بالحق بلاتي قبل على الأخر سميحة وتخليك الليمونة تعصرها في وقتها فريشكة وتصبها ديريكت، متبقاش تستحق تصفي. وعجبني زادا المشرب هذا متاع الماء متاع عصير، الحقيقة عجبني على الأخر وعجبني من بعد كتفرجت في الفيديو، ما نعرفش مخي وين وقت اللي أنا لهنا في عزيزة. حتى هذه توا وين نمنتج معكم في الفيديو انتبهت لها الحقيقة، ما نعرفش مخي وين. المفيد ان شاء الله اول رجعة نشري منهم المشرب والدبوزة متاعت الحليب. هذو هما الكويسات اللي عجبوني الحقيقة وشريت منهم ديجا، كويسات اخضر مزيانين على الاخر ومضخمين هكا سامبل وعلى محلاهم. ما لقيتش برشا، لقيت زوج سراب السيرفيس منهم ناقص كعبة، فوليت هزيت واحد برك، حبيت ناخد كعبتين الحقيقة، ما كتبش ان شاء الله المرة الجاية. كهو لهنا شوفوا فما برشا برشا بلار مزيان وسمح، اما كيما قلت لكم تبدا حاجات عندكم في الدار لا فايدة معناها، بالاخص كيف تبدا دياركم ذيقة الكوجينة بالأحرى ذيقة ما عندكش وين تحط، واستعمالات زايدة معناها مش باش تستعملها وتحطها في الدار أكها وتكدسها تضيق عليك وكهو. كهو لهنا عملتك الدورة هنا وريتو هذه المكرون، كعبات مكرون بلاستيك يهزو لمجة الصغيرات على محلاهم مزيان. Thank you.
لهنا، فقط حبيت ان نوريكم البلاستيك والبلار والحاجات الكل اللي عندها علاقة بالكوجينة، خاطر ديجا الماكلة معناها المعجنات والواحد في البلايص الكل موجود، فما حاجات ما هيش موجودة من الماعون هذا، في تنجم تكون تلوج عليها في اي بلاصة وما تلقاهاش. فقط حبيت نبرتاجي معكم شوية من الدورة هذه، ديجا ما بديتش دوبا صورت الفيديو وخذيت حويجات خفاف وخرجت، وسامحوني بالله على التصوير مانيش لاقية راحتي، برشا عباد وعباد ما معناها ما نجمش نظهر عباد ما عنديش بيهم حتى علاقة، وأسافوار يقبلوا ما يقبلوش ما نعرفش، معناها هذيك حريتهم والواحد يلزم يحترم خصوصية غيره. كهو كما تشوفوا هذه لهنا سقطار صفاية كما تسموها، نشوف فيها الحقيقة أول مرة نشوفها على أرض الواقع، قبل الكل نشوف فيها في الفيديوهات متاع فيسبوك كل شيء، سميحة تحفونا، أما ما هي شكل البراتيكابل معناها كما تظهر لك في التصويرة. كهو شو ساهل حلينها تسكيرها تحفون زادا. كهو لهنا باش نكمل الدورة متاعي ونروح ونحضر الفطور ونفطر الصغيرات، وباش نتلم انا وسلفاتي بحذا حماتي العشية، بقينا شوية وسهرنا. كهو عملنا قاعدة هكا خاصة بعد العشاء ولمين الكوزينة بطبيعة وكل شيء، عملنا قعيدة هيا قلت علاش لا خليني نبارتاجيها معاكم. وشوفوا لهنا انا وسلفاتي الحقيقة ما ظلمة البرا على الاخر، ديجا عملت تورش متاع تليفوني متاع متاع الكاميرا متاعي وتورش متاع تليفون سلفتي، باش على قليلة تبين صورة واضحة شوية، البرا التيوب ماهوش قوي برشا. كهو لهنا تلمينا بحب حماتي قعدنا شوية وسهرنا وعملنا جو وضحكة ولعبة وشوية ونحكو وفدلكو كل شيء الحسيل، وإن شاء الله ربي يديمها نعمة ويحفظها بالزوال. وهذه هي كانت قاعدتنا، ما فماش حاجة كبيرة، شوية جي وشوية حلو والحمد لله يا ربي خير ونعمة. هكا توا حبيباتي مبقالي كان باش نقولكم دمتم في أمان الله، وما تنسوش اللي مازال تجديدة ما اشتركتش معنا في القناة تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد، وهكذا تكون انضمت لعائلتنا صغرونا وبسلامة.